جولتنا اليوم ستكون في ولاية كانزاس الملقبة بالعديد من الألقاب، وأشهرها هي ولاية عباد الشمس، لأن زهرة عباد الشمس تنمو في جميع أنحاء الولاية، مما جعلها زهرة الولاية الرسمية عام 1903. أما اللقب الآخر هو ولاية القمح، لأنها أكبر منتج للقمح في البلاد. إذا فلنبدأ جولتنا في كانزاس. كانزاس ولاية تقع في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، عاصمتها توبيكا، وأكبر مدنها ويتشيتا. كانزاس ولاية غير ساحلية، تجاورها ولاية نبراسكا من الشمال، ميزوري من الشرق، أوكلاهوما من الجنوب، وكولورادو من الغرب. تمت تسمية كانزاس على اسم نهر كانزاس، والذي سمي على اسم الأمريكيين الأصليين كانزا الذين عاشوا على ضفافه. تسارعت وتيرة الاستيطان في كانزاس في خمسينيات القرن التاسع عشر، أبان الحروب السياسية حول الجدل المتعلق بالرق. عندما تم فتح كانزاس رسمياً للاستيطان من قبل الحكومة الأمريكية عام 1854 بقانون كانزاس نبراسكا، هرع المستوطنون المؤيدون لإلغاء العبودية من مستعمرات نيو إنجلاند، والمؤيدون للعبودية من ميزوري المجاورة إلى الإقليم، لتحديد ما إذا كانت كانزاس ستصبح ولاية حرة أم لا. وهكذا كانت المنطقة بؤرة للعنف والفوضى في أيامها الأولى، حيث تصادمت هذه القوات في مواجهة عرفت باسم نزيف كانزاس. في عام 1861 انضمت كانزاس إلى الاتحاد كولاية حرة. بحلول عام 2015 كانت ولاية كانزاس واحدة من أكثر الولايات الزراعية إنتاجية، حيث أنتجت عوائد عالية من القمح والذرة وفول الصويا. تبلغ مساحة كانزاس 82,278 ميلا مربع، أما عدد سكانها يبلغ 2,940,865 نسمة وفقاً لتعداد عام 2020. يتميز علم ولاية كانزاس الذي تم اعتماده عام 1927 بختم ولاية كانزاس في خلفية زرقاء غامقة، والختم يحتوي العديد من الرموز التي تحتاج إلى التفسير. فلنبدأ من العلم. فوق الختم الذي ينتصف العلم يوجد شعار الولاية الذي يتمثل بزهرة عباد الشمس، زهرة كانزاس الرسمية، التي تتواجد على غصن أو شريط ملتوي من الأزرق والذهبي، كإشارة إلى شراء إقليم لويزيانا الأصلي المقسم الآن إلى 13 ولاية. تحت ختم الولاية توجد كلمة كانزاس بأحرف كبيرة صفراء. شروق الشمس في الختم يمثل الشرق. النهر والقارب البخاري هما رمزان للتجارة. تمثل المقصورة والخيول والمحراث الزراعة كأساس للازدهار المستقبلي لولاية كانزاس.
اثنان من الأمريكيين الأصليين بخيولهم يطاردان قطيع الجاموس الذي تم اعتباره حيواناً رسمياً لولاية كانزاس عام 1955. يوجد في السماء 34 نجمة كإشارة إلى أن كانزاس هي الولاية 34 المعترف بها في الاتحاد. شعار الولاية في الجزء العلوي Ad Astra Per Aspera الذي يعني الطريق الصعب يقود إلى النجوم. طبيعة الحياة في كانزاس تتميز بأنها هادئة، فهي ولاية زراعية. يوجد فيها بعض المدن والكثير من العقارات الفارغة. تكلفة المعيشة في كانزاس أقل بنسبة 14% من المتوسط الوطني. الإسكان أقل بنسبة 29% من المعدل الوطني. البقالة أقل بحوالي 9% من باقي البلاد. أما أسعار المنازل وبقية التفاصيل حسب موقع Travel Safe سنتعرف عليها الآن. متوسط سعر المنزل في كانزاس يبلغ 150,000 دولار، وفي المناطق الريفية يمكن العثور على منازل أرخص بكثير من ذلك. وعلى سبيل المثال، في بلدة ريفية مثل كافيفيل أو داتش سيتي يمكن العثور على منزل جميل مقابل 75,000 دولار. يتم إنتاج الكثير من السلع المصنعة والمواد الغذائية في الولاية، مما يجعلها أقل تكلفة. متوسط دخل الأسرة هو 55,000 دولار. التنقلات اليومية مريحة في كانزاس لأن حركة المرور خفيفة في المناطق الريفية، وقد يكون هناك 50 ميلا بين المدن وعدد قليل جدا من السيارات على الطريق. حتى مدينتي كانزاس وويتشيتا لديهما أوقات تنقل أقصر من المدن الكبرى مثل شيكاغو أو نيويورك. هناك 4 فصول مميزة في كانزاس، والطقس عادة ما يكون جيدا. الصيف حار والشتاء بارد، وقد تكون هناك عواصف ثلجية أحيانا. يمكن أن يجلب الربيع الكثير من الأمطار والعواصف، أما الخريف هو أفضل موسم. لا تتساقط الأمطار بغزارة في الولاية، وهناك أوقات جفاف. سلبيات العيش في كانزاس تتمثل بالآتي: يمكن أن تكون الحيوانات البرية كالغزلان والخنازير البرية مشكلة حقيقية، والأفاعي الجرسية على وجه الخصوص التي نادراً ما تكون عضاتها قاتلة، لكنها مؤلمة جداً، كما وتقام في بعض البلدات في الجزء الغربي من الولاية العديد من المهرجانات الخاصة بهذه الأفاعي. الضرائب مرتفعة بشكل مدهش في كانزاس، حيث تسمح الولاية للمقاطعات ومجالس المدارس والمدن بتمويل نفسها بضرائب الملكية وضرائب المبيعات. ونتيجة لذلك يمكن أن تكون ضرائب المبيعات حوالي 10%، والتي تختلف من بلدة إلى أخرى في الولاية. أما ضريبة الدخل منخفضة نسبياً. هناك مشكلة ضريبية أخرى،
وهي إذا تم شراء سيارة من خارج الولاية فلا يزال يتعين على الشخص دفع ضريبة المبيعات في كانزاس. وأخيراً الأعاصير الخطيرة، وقد كان هناك الكثير منها في السنوات الأخيرة. من وجهة النظر الجغرافية تقع كانزاس وسط الولايات المتحدة، وهذا مجرد سبب واحد من الأسباب العديدة التي جعلت كانزاس تعرف باسم قلب أمريكا. تتميز كانزاس بمناظر السهول الكبرى إلى جانب الكثير من التاريخ، فعلى سبيل المثال مدينة ويتشيتا أكبر مدينة في كانزاس والملقبة بالعاصمة الجوية للعالم، فهي موطن للعديد من شركات الطيران بالإضافة إلى متحف كانزاس للطيران والعديد من الأماكن التي تستحق الزيارة. ويتشيتا عبارة عن مدينة فيها الحركة والمتعة والوجوه الودودة، فهي تقدم تجارب مدهشة من الفنون إلى مناطق الجذب والأحداث الرياضية، حيث يشعر الزائر بالطاقة في كل منعطف. يوجد في ويتشيتا متحف أولريتش للفنون الذي يقع في حرم جامعة ويتشيتا. تأسس المتحف عام 1974، وهو أحد أفضل مناطق الجذب السياحية في الولاية. اشتهر المتحف بالزجاج الإيطالي الكبير والفسيفساء الرخامية الموجودة على واجهة المبنى التي صممها الرسام والنحات الكتالوني المولود في برشلونة جون ميرو. يضم المتحف أعمال الكثير من الفنانين المعروفين مثل فرناندو بوتيرو، ليلا كاتزن، أندي جولدسورثي وغيرهم بكثير. ومن الجدير بالذكر أن المتحف يضم أكثر من 6000 عمل فني. توجد واحدة من روائع المهندس المعماري فرانك رايت في حي تاريخي في ويتشيتا، ألا وهي المنزل السابق لحاكم ولاية كانزاس The Allen House، وهو مفتوح للجمهور من خلال الجولات التي يتم تقديمها بانتظام. تم تصميم المنزل عام 1915، وكان المصمم رايت قد وصف غرفة المعيشة بأنها أحد أفضل أعماله، وعندما تم زيارتها من قبل الخبراء والكتاب المعماريين وصفوها على أنها إحدى أعظم الغرف في القرن العشرين. ركز رايت على الخطوط الأفقية ودرجات الألوان الترابية والمزج المستمر بين التصميمات الداخلية والخارجية، والتي صنفتها جريدة USA Today كواحدة من أفضل 10 منازل صممها رايت بسبب حالتها المستعادة وكمية المفروشات الأصلية. تضم بوتانيكا وحدائق ويتشيتا العديد من الحدائق، منها حديقة الفراشات وحديقة شكسبير وحديقة الورود والزهور البرية والحديقة المائية والحديقة التأملية. خلال الأشهر الدافئة يوجد منزل على شكل فراشة حيث تحيط بالزائر مئات الفراشات، وقد يشاهدها الزائر وهي تخرج للحياة من يرقاتها وتجفف أجنحتها وتأخذ أضواءها الأولى. خلال الفترة من تشرين الثاني إلى كانون الثاني تضيف بوتانيكا إضاءات جميلة خلال العروض الليلية،
بما في ذلك 4 ملايين مصباح. يوجد في لورنس العديد من الأشياء المثيرة التي يمكن مشاهدتها والقيام بها، بما في ذلك المعارض الفنية والترفيه والشارع الرئيسي الشهير والعديد من المطاعم والتسوق والمقاهي، وهي معروفة أيضاً بالعديد من أماكن الموسيقى الحية. لورنس هي موطن لجامعتين، جامعة كانزاس وجامعة هاسكيل الهندية، وهي مدينة تركز على النشاط في الهواء الطلق مع أكثر من 50 حديقة عامة. إذن فلنتجول قليلاً في مدينة لورنس. مدينة لورنس معروفة بشارع ماساتشوستس الشهير أيضاً باسم شارع ماس، والذي يقع في الحي التجاري المركزي في وسط مدينة لورنس، وهو أحد أشهر مناطق الجذب السياحي لأنه عبارة عن منطقة تاريخية تبدأ من جنوب نهر كانزاس في شارع سيكث وتمتد جنوباً إلى جامعة هاسكيل إنديان نيشنز. جاء اسم الشارع من شركة ماساتشوستس إميغرانت إيد التي أسست المدينة من خلال جلب المستوطنين المناهضين للعبودية. المنطقة مليئة بأمثلة مثيرة للاهتمام للعمارة الكلاسيكية الجديدة والعمارة الفيكتورية التي تم بناؤها بين عامي 1856 و1953. تم إدراج قسم من المنطقة في السجل الوطني الأمريكي للأماكن التاريخية. The Prairie Park Nature Center عبارة عن محمية طبيعية تقع في شارع هاربر على الجانب الشرقي من مدينة لورنس. تم افتتاحها عام 1999. يتكون المنتزه من 100 فدان تتمثل بالبراري والأراضي الرطبة والغابات، وهناك أيضاً بحيرة تبلغ مساحتها 5 أفدنة يطلق عليها اسم بحيرة ماري، وهي منطقة شهيرة لصيد الأسماك لأنها تسخر بالأسماك طوال فصلي الربيع والصيف. يتوفر في المنتزه مسارات للمشي لمحبي الطبيعة ومراقبي الطيور. بعض الحيوانات البرية التي تعيش وسط هذه الطبيعة تشمل الطيور الجارحة والقنادس والغزلان. تتمتع كانزاس بمشهد طه غني جدا وغير متوقع نظرا لوجودها في وسط الولايات المتحدة، ونظرا لأن كانزاس جزءا من جريت بلينز وليس فيها الكثير من المعالم السياحية، فإن طعامها التقليدي هو بالتأكيد أحد السمات التي تجعلها رائعة. فلنبدأ من الباربيكيو. الأكلة الأولى هي الباربيكيو، يتم فيها تغطية الأضلاع بالخردل الأصفر ثم بخليط يتكون من السكر البني، البابريكا، الملح، الفلفل الحار، بودر الثوم والبصل. يتم طهي الأضلاع لمدة 2 ساعة. توضع الأضلاع بعد 2 ساعة على جنب وتوضع فوقها بضع قطع من الزبدة وتلف بإحكام بورق الألمنيوم.
ويكمل طهي الأضلاع حتى تصبح طرية جدا. عندما تصبح طرية توضع فوقها صلصة الباربيكيو على طراز مدينة كانزاس، والتي تتكون من الكاتشب والصلصة، عصير التفاح، شراب الذرة، العسل والدبس والثوم والصلصة المدخنة. كل هذه المكونات تقلى في الزيت، وبعد أن تغطى الأضلاع بالصلصة تعاد إلى الفرن لمدة 5 دقائق، وبعدها تكون حاضرة للتقديم. الأكلة الأخرى هي بيروكس. يتم تحضير حشوة بيروكس من اللحم البقري المفروم والكرنب والبصل والفلفل الأسود والملح وصوص الفلفل الحار. يطهى اللحم مع المكونات على نار خفيفة حتى تنضج الخضار. يتم تقسيم العجينة إلى أجزاء متساوية. توضع الحشوة في العجينة، ويمكن تغطيتها بالجبن المبشور أو بدونه حسب الرغبة، ومن ثم تغلق أطراف العجينة بحيث يكون المربع مغلقاً بشكل جيد. يتم خبزها لمدة 15 إلى 18 دقيقة، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. يخرج البيروكس من الفرن، ويمكن دهنها بالزبدة المذابة حسب الرغبة، ثم تقدم وهي دافئة. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أنكم قضيتم وقتا ممتعا معنا، وحتى يتجدد اللقاء نستودعكم في أمان الله وحفظه.